إذا ذهبت لأتعلم يجب أن أتحرى. عندما أذهب لأشتري سيارة أسأل المعرض الأول والمعرض الثاني والمعرض الثالث والمعرض الرابع والخامس والعاشر والعشرين، وأفحص السيارة بدل المرة 10 مرات. وإذا ذهبت لأتزوج أرى البنت الأولى والثانية والثالثة والعاشرة حتى أنتقي الأفضل. وإذا ذهبت لأشتري بيتا، وإذا ذهبت أن أشتري ملابس، وإذا ذهبت أن أشتري طعام. وكذلك إذا ذهبت لأتعلم الفقه أو غيره من العلوم، لكن لأني بصدد الكلام عن الفقه الإسلامي أتحرى من الشيخ الذي أتعلم عنده الفقه. ليس كل من تكلم في الفقه أو اشتهر بالفقه يرجع إليه. ناس الآن مشهور، وهذه نص عليها الإمام النووي رحمه الله في المجموع، إنسان اشتهر وانتسب إلى العلم، هل هذا يكفي في أن أرجع إليه وأطمئن إليه؟ لا، الشهرة والانتساب الذي أطمئن إليه بعد السؤال أسأل الناس، فإن قالوا تعلم عند فلان أذهب وأتعلم عنده. وهذه قاعدة مهمة في طلب العلم حتى في العلم الدنيوي. إذا ذهبت لتتعلم من الغبي أو الغير متبحر تتعلم خطأ، كما نسمع بعض الناس ذهب 10 سنوات يدرس الطب في بعض الدول الغير متبحرة في علم الطب، فيرجع فتسمع العجائب من إصابات وأضرار وتلف يتلفه للناس. والله مرة ذهبت إلى طبيب أسنان، لو أن هذا طبيب الأسنان عمل في محل أحذية لكان أحسن له. دائما نذهب إلى طبيب الأسنان فيعطيك إبرة بنج يتخدر السن ويقوم بعمله، هذا إبرة بنج ثم إبرة بنج ثم إبرة بنج، ثم بدأ يرش البنج على الأسنان وعلى اللثة وعلى، وكل ما يأتي ليعمل في هذا السن تحس بألم شديد، يعني ما يعلم أن يضربك إبرة البنج في المكان الصحيح.